في واحد من أهم الأحداث اللي هتسوق بشكل كبير جداً لمدينة العالمين الجديدة، هتسوق لأبراجها، هتسوق لعمقها ومساحتها الكبيرة، هتسوق لموقعها المميز. القوات الجوية أعلنت خلال مؤتمر صحفي عالمي عن تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت إير شو 2024 في نسخته الأولى المقرر انطلاقها في شهر مايو من العام المقبل في مطار العالمين الدولي بمدينة العالمين الساحلية. المعرض ده هيكون تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع، التسليح، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الطيران في العالم، وهتشارك فيه أكتر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. خلينا نشوف التقرير. في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على الأرض المصرية، أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت إير شو 2024 في نسخته الأولى. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت إير شو 2024 من المقرر انطلاقه في مايو من العام المقبل بمطار العالمين الدولي بمدينة العالمين الساحلية. انطلاقه من المكانة التاريخية والحضارية للدولة المصرية وحرصها الدائم على توطيد العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة لإقامة الفعاليات الهامة من خلال موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للقارة الأفريقية وتوسط موقعها بين قارات العالم. يسعدنا أن نعلن من خلال هذا المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الجوي تحت إشراف وزارة الدفاع وبالتعاون البناء والوثيق مع وزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وإدارة الإشارة، والذي يعكس الرؤية المستقبلية والدعم اللامحدود الذي يليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتطوير وتوطين صناعة الطيران والفضاء وأهمية تحقيق طفرة نوعية تتواكب مع تطور التكنولوجيا المتسارع في هذا المجال. ومن جانبه أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي على أهمية مد جسور التعاون ومتابعة آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات. معرض الطيران دولي هيكون معرض يختص به صناعة النقل الجوي والطيران العسكري والمدني والفضاء. طيب فيما يخص صناعة النقل الجوي، هي صناعة النقل الجوي مش الطائرة بس، لدى الطائرة والمكملات بتاعتها، الطائرة والمعدات اللي بتشتغل عليها، فيها معدات صيانة، فيها محركات، فيها أفيونكس اللي هي القطعة أو الأفيونكس المعدات الإلكترونية اللي جوه الطائرة، في حاجات بتكون مساعدة بتأمن سلامة الطيران. دي كلها من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله هتكون معروضة في المعرض من الشركات المنتجة ليها، هيقولوا إيه التطورات اللي بتكون موجودة عندهم، بيكون ملتقى إن كل الناس تتعرف على كل ما هو جديد في عالم الطيران المدني والطيران العسكري. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت إير شو 2024 تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. إن الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة يساهم في الحفاظ على دور مصر الريادي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للدولة المصرية 2030. لمعرض الطيران اللي هو يعقد في شهر مايو 2024 ده فرصة ان مصر تبرز دورها الريادي في مجال تكنولوجيا الفضاء. النهاردة الدولة المصرية استثمرت استثمارات كبيرة جدا في توطين صناعة الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في مصر، بدأت بتأسيس وكالة الفضاء المصرية سنة 2018، وتلا ذلك استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية اللي هي بتعتبر تخلي مصر هي البوابة الأفريقية، إلى جانب تأسيس النهاردة بندشن أكبر مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط. المعرض هيكون مقسم لعدة فعاليات كتير جدا زي العرض الأرضي، هتبقى فيه طيارات موجودة حقيقية موجودة على الأرض، عندنا عروض جوية هتطلع تعمل استعراضات في الجو، عندنا المعرض نفسه كمعرض للمنتجات الجوية، لمنتجات الفضاء، للطيارات التجارية، لكل ما يخص صناعة الطيران وصناعة الفضاء.
إضافة جديدة تعزز من مكانة مصر وتؤكد على حرصها أن تصبح مركزاً متميزاً في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.